acordou! بالنسبة للمدنيين اللي بيتحاكموا محاكمات عسكرية والثوار اللي بيتحاكموا على انهم بلطجية، دلوقتي بقى اي معتقل سياسي بيتقال عنه بلطجي، بقى معروف ان البلطجي هو المعتقل السياسي دلوقتي. من امتى الكلام ديت ام شباب معتقلين داخل السجن الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين. انا القضية دي متلفقنا، انا كنت محبة للسيدة زينب رضي الله عنها، ودي هلا مرات ابن عثمان احمد عثمان، كان شغال تحت ايديها حبيبي العدلي واسماعيل الشاعر وفتحي سرور وكل فنون النظام القديم، وكانت كل ما تعترض على اي حد كان بيتاخد من السيدة زينب ويخش الاسم بتاع السيدة زينب يتضرب ويتعمل له محضر او يتلفق له تهمه يطلع يتاسف لحضرتها ونمشي. فقبل الثوره هدمت مقامين في سيدتنا زينب رضي الله عنها، مقامين، مقام سيد العدريس وسيد عبد الرحمن، وكان بيقس معاها محمد عبد الرحمن وكيل الوزاره، وكان محمد زقزوق الوزير كان موافقها على كل اللي هي بتعمله، كان يعتبر بيع لها الجامع. وبعد ذلك هدمت المقامين قبل الثوره وبعد الثورة، بعتت الطرحة بتاعت السيدة زينب رضي الله عنها في كيس زبالة لوكيل الوزارة، فاحنا لما عرفنا وقفنا لها وصدنا لها، وانا كنت من الناس اللي وقفت لها وصدت لها وطلعناها، جابت لي بوديجاردات وعساكر وضربوا عيالي وضربوا ابني اللي هو دوت وضربوه، وبعد كده هوت نزل اخواته قعدوا يدافعوا عنها، الناس مسكوها ضربوها وطلعوها من الجامع، عيالي هم اللي حموها وطلعوها. بعد ذلك ادت لواحد من اداره الجامع 50,000 جنيه. هتقولي لي طبعا هي ادته 50,000 جنيه ليه؟ لان هي كانت حاطه صندوق تبرعات ليها الخاص، ومعايا صورته، ومعايا كل الصور اللي هي تثبت ذلك، ماشي؟ كانت حاطاها بالجامع وكانت عامله ان هي متبرعه وبتاخد من الناس السعوديين والكويتيين تبرع من على حسابها هي، على حسابها الخاص. فاهميني حضراتكم؟ وبعد كده هوت بعد الثوره لما بعتت الطرحه احنا وقفنا لها وصدنا لها وطلعتها من الجامع. جه محمد الشرقاوي رئيس المباحث بعت لزوجي وقال له لو ما رجعتوش الست دي الجامع تاني زي ما كانت احنا هنوديكوا في داهيه. فراح قال له ما فيش حاجه داهيه بعد الثوره، الثوره ما فيش حاجه زي كده بعديها، كل حاجه احنا افتكرنا كده. راحت بعت لي رساله قالت لي اونكل طنطاوي، اونكل طنطاوي هيوريكي هيعمل فيكوا ايه. طبعا بالتالي بعد الجمله دي جه الجيش وخد عيالي، ولما جه الجيش وخد عيالي انا قلت للضابط كل حاجه، راح الضابط كلم واحد كبير كده وقال له يا باشا دول دولت الناس دولت معتدي عليهم. لما قالوا دول معتدي عليهم قال له اعمل تحريات في الجامع وانزل هات الناس من الجامع. قلت له انا اجيب لك مسؤول من الجامع. جبت مسؤول بقى مين؟ جبت مسؤول عن صناديق النضور، جبت مسؤول عن المخازن بتاعت الجامع كلها، جبت مسؤولين من الاوقاف شهدوا معانا ان احنا ما عملناش اي تلفيات ولا دخلنا الجامع ولا ضربنا ولا عملنا اي حاجه. في الاخر خالص رحت المحكمه العسكريه، النيابه العسكريه الضابط قال لي هي ادت لوكيل النيابه ادت له يجيب عربيه، ادي له يجيب شقه عشان يطلع لك عيالك. طبعا انا ست فقيره معيش فلوس ادي له يجيب شقه. طبعا بالتالي عيالي الحكم بتاعهم طلع الساعه 2 بالليل، بقى الاثنين دولت سبع سنين بكالوريوس تجاره، ودوت شغال موظف في شركه الكهرباء، وده مهندس، دوت خد سنتين وابوه خد سنتين، راجل مسن وعنده جلطه وعنده القلب وعنده الضغط والسكر، وهم مرميين في السجون لحد دلوقتي. وانا لما بروح ازورهم بقى ما اقولكوش على الزياره، ما اقولكوش على الزباله اللي احنا فيها، ما اقولكوش على المعامله والخساره اللي احنا بنتعاملها جوه، احنا كاننا مجرمين واحنا ما عملناش اي حاجه. انا ما لقيتش حته اجي فيها غير هنا، لان انا معيش فلوس اقوم محامين لي عيالي، انا المحامي طلب مني 40,000 جنيه، انا ما لقيتش الا هنا واجي، انا مش عارفه اروح فين، انا معايا بنتين صغيرين هم دلوقتي اللي بربيهم، خدت كل العائد بتاعي زوجي واولادي هم اللي كانوا بيصرفوا عليا، انا مش جايه بشحت منكم، انا مش قصدي ان انا اقول كده عشان حد يديني حسنه، انا بقول لكم المأساة اللي احنا فيها، بعد الثوره، يعني ما اتغيرش اي حاجه.
رحت الام تي في بتاعت سوارس، طبعا سوارس حبيب عثمان احمد عثمان ما رضيش يبيع اي حاجه. ها رحت الجمهوريه برضك راح تروحها، ما اعرفش عملت ايه في الجمهوريه، راح توقفلي اي حاجه علشان صوتي يوصل للناس ما ينفعش كده. وصل صوتي هنا لعل وعسى حد يسخر حد منكم يقف معايا. يا طنطاوي اسمع اسمع، يا طنطاوي اسمع اسمع، المعتقل لازم يطلع، المعتقل لازم يطلع، يا طنطاوي اسمع اسمع، يا طنطاوي اسمع اسمع، المعتقل لازم يطلع، المعتقل لازم يطلع. تكملة على كلام الست اللي كانت بتتكلم يوم الثلاث، اللي يوم الثلاث اللي بتاع الأمن المركزي لما دخل علينا ميدان التحرير، اعتقلوا شباب كتير جدا، على حتى اهله لحد دلوقتي اصحابه هنا في ميدان التحرير مش معرفين اهله، وخد 15 في 15 وهو لسه دلوقتي في السجن الحربي، اسمه محمد المصري. تخيلوا يا جماعه دلوقتي، تخيلوا دلوقتي يا جماعه اي مدني بيعتقل بيحاكم امام محاكم عسكريه وبيتحكم عليه في اقل من 24 ساعه. طيب فين العدل؟